الكبير نيفين رضوان طردتها مهند ضيف. الآن إلى هذا البرنامج. مسار يصنع التواصل والشراكات، ومسار ترسمه الخطط والمبادرات. مسار وأخبار، برنامج يومي يرصد كل جديد على صعيد العمل الوطني. الإعداد والتقديم عماد مطر. أهلا بكم أعزائنا المستمعين مع هذه الحلقة الجديدة. تنفيذا للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبلت محافظة مطروح اليوم 80,000 شجرة كمرحلة أولى. وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المبادرة تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية. أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أن هناك العديد من الإجراءات لمنح المزيد من التيسيرات وإنهاء المشكلات العالقة الخاصة بالممولين بالتزامن مع ميكنة المنظومة والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة. هناك اجتماع بناء على توجيهات مجلس الوزراء لنظر للتشريعات والحوافز الضريبية الخاصة بالاستثمار، فكان هناك مقطع بيتحدث أو أشرنا فيه إلى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. هذا القانون بيعطي حوافز ضريبية غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز رقم أعمالها 200 مليون جنيه. هناك حوافز ضريبية وهناك حوافز غير ضريبية. الحوافز الضريبية بتقدمها وزارة المالية متمثلة من خلال مصلحة الضرائب المصرية، وحوافز غير ضريبية بيقدمها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مثل الحصول على الأراضي وقيمة رد الرسوم الخاصة بترشيق هذه الأراضي. أيضا هناك حوافز أخرى بتقدمها الضرائب، الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية والإعفاء من ضريبة الضريبة العقارية على الأماكن التي تزود فيها هذه المشروعات نشاطة. أيضا هناك إعفاء من رسوم جمركية بفئة 2% على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج لهذه الأنشطة أو لهذه المشروعات. أيضا هناك إعفاء من ضريبة التوزيعات للشخص الواحد. أيضا هناك إعفاء من ضريبة الأرباح على الأرباح الرأسمالية للآلات المباعة، بشرط أن يتم استخدام حصيلة بيع هذه الآلات والمعدات خلال سنة. أيضا هناك استفادة عليا جدا بتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على تلك المشروعات، وذلك من خلال ضريبة قطعية أو ضريبة نسبية. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا كان الممول أو هذه الشركة رقم أعمالها لا يتعدى 250,000 فالضريبة السنوية بتكون عليه 1,000 جنيه، وإذا كان رقم أعماله من 250 لغاية 500,000 بتكون الضريبة القطعية 2,500 جنيه سنويا، وإذا كان رقم الأعمال من 500,000 حتى 1,000,000 جنيه بتكون الضريبة القطعية 5,000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 1,000,000 حتى 2,000,000 بتكون الضريبة نسبية بواقع 0.5% من قيمة المبيعات أو الإيرادات، وإذا كان قيمة المبيعات من 2,000,000 حتى 3,000,000 بتكون الضريبة بواقع 75% من قيمة المبيعات أو الإيرادات التي حققتها المنشأة، وإذا كان قيمة المبيعات من 3,000,000 حتى 10,000,000 بتكون الضريبة بواقع 1%. وللذكر بالعلم أن السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور صفا مدبولي أصدر تعديل لأحكام المادة 72 بأن مادة فترة توفيق الأوضاع لمدة سنة أخرى تبدأ من 5/4/2023 وتنتهي في 4/4/2024. كان معكم رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية للشؤون الضريبية. مسار يصنع التواصل والشراكات، ومسار ترسمه الخطط والمبادرات. مسار وأخبار، برنامج يومي يرصد كل جديد على صعيد العمل الوطني. الهندسة الصوتية عبد الناصر أحمد.